إلى خبر آخر الآن، إن أكد سفير الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر عبد القادر طالب عمر، أكد وهذا على هامش لقاء تضامني جمعه مع فعاليات من المجتمع المدني، أكد بأن الجزائر تدفع ثمن وقوفها مع قضايا التحرر كالقضية الصحراوية والقضية الفلسطينية. وفي تعليق له على لائحة البرلمان الأوروبي الأخيرة حول الجزائر، نتابع التفاصيل في ميكروفون مروى معقافية. والجزائر هي مهد الحرية ومهد الديمقراطية ومهد التضحية من أجل سيادة الشعوب، وهذا بشهادة العالم، وهي التي تقف مع قضايا التحرر، والقضية الصحراوية دليل على ذلك، والقضية الفلسطينية دليل آخر، وقضايا التحرر في العالم. وبطبيعة الحال هذا الموقف لا يرضي القوى الاستعمارية التي تريد إخضاع الشعوب، وبطبيعة الحال تحاول القيام بتضليل إعلامي لمحاولة المساس أو محاولة ثني الجزائر عن هذه المواقف. وعلى هامش اللقاء التضامني الذي جمع فعاليات المجتمع المدني مع السفير الصحراوي في الجزائر، قال طاهر شيحة رئيس الاتحادية الوطنية للمجتمع المدني أن الأمم المتحدة ملزمة بالتدخل لوقف الاعتداءات المغربية في حق الشعب الصحراوي والإسراع في تعيين مبعوث خاص لها في المنطقة. أين كاتحادية وطنية للمجتمع المدني أن ننظم هذه الزيارة التضامنية لسعادة السفير لنعبر عن مدى ارتباطنا بأبائنا بشهدائنا بمجاهدينا الذين حملوا هذه العقيدة وحملوا هذه المبادئ في نصرة الثوار، في نصرة الأحرار، في نصرة جميع القضايا العادلة ومن بينها القضية الصحراوية، آخر مستعمرة في إفريقيا. إذن موقفنا اليوم هو ينسجم مع موقف الجزائر المشرف، ونحن ننادي هيئة الأمم المتحدة بضرورة تفعيل هذه القضية، بضرورة السير في تقرير مصير الشعب الصحراوي. مشاهدينا، بهذا نصل وإياكم إلى ختام الموجز. دائما نفس الزمان نفس المكان، قناة النهار الإخبارية الأولى في الجزائر.